لذلك يا أخوان جزء رئيسي من اللي قاعد يصير سببه رئيس الحكومة وتشكيلاتها الوزارية. ليش؟ ما تعلمت من الأولى، ما تعلمت من الثانية، ما تعلمت من الثالثة، ما تعلمت من استقالاتك في حكوماتك السابقة ولمتى؟ لذلك يا أخوان أنا أقول للشيخ صباح الخالد انسحب من المشهد السياسي رحمة بالكويت، حنا نقول لك ما قصرت كثر خيرك، بس وقفني. شكلت حكومة وما توفقت، وشكلت حكومة ثانية وما عصبت، وشكلت حكومة ثالثة واخفقت، وبعدين ترى الكويت ما هي محطة تجارب كل شوي بدل وعدل وبدل وعدل. لا يا حبيبي، الدولة ترى تبي رجال. أنت مجلس الأمة قدم لك استجواب، آخر شيء قدموا لك عدم تعاون، 26 من الوزراء من الأعضاء غير الوزراء قدموا لك عدم تعاون. واعتقد لو الأربعة الوزراء اللي معاك مع النواب كان ممكن يصير العدد أكثر من هالشكل، يعني أكثر من ثلثين من المجلس المنتخب ما يبونك.